كلامنا عن الانتخابات المصرية اللي لفتت أنظار العالم كله، والعالم كله كان مستني يشوف الانتخابات بتاعتنا هتعدي ازاي. انتخابات 2011 اللي كانت مختلفة فعلا عن أي سنة تانية، من المشاركة اللي فعلا كل الشعب المصري تقريبا نزل وشارك، ومشاركة المرأة، والعالم كله اتكلم عن مشاركتنا في انتخابات 2011. وكمان العالم كله شايف التغيير الكبير وفوز تيارات ما كانتش بتفوز قبل كده، زي التيارات الإسلامية منها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وثالث تيار كان حزب الكتلة المصرية. معانا النهاردة أستاذ خالد أبو بكر، رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق، هيكلمنا عن رأي العالم في انتخابات 2011. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير يا أستاذ خالد. والنهاردة طبعا عايزين نعرف من خلال حضرتك، لأن حضرتك رئيس قسم الأخبار، عايزين نعرف أكيد بتتابع ردود الفعل والأخبار اللي اتكتبت عنها في الصحف العالمية، فعايز أعرف بقى من خلال متابعتك دي إيه ردود الفعل للانتخابات المصرية في 2011؟ صباح الخير. في البداية ردود فعل كانت طاغية في الحقيقة، لأن العالم كله لا يخفى على أحد كان متشكك في إمكانية نجاح مصر في تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الأول بعد 25 يناير، أو بعد ثورة 25 يناير، لأننا كلنا زي ما احنا فاكرين الأحداث المؤسفة اللي جرت في ميدان التحرير وفي شارع محمد محمود في الأسبوع الأخير قبل موعد الانتخابات اللي كان الاثنين اللي فات. وهذه الأحداث المؤسفة خلت العالم ينبهر حقيقة بالإقبال الواسع للمصريين اللي لا خافوا من بلطجية، واللي هم نزلوا يعبروا عن رأيهم في شيء من التنظيم. ودائما المصريون ينجحون في الاستحقاقات الكبيرة أو في المناسبات الكبرى. أحداث الثورة كلنا زي ما احنا فاكرين، والزخم الشديد وإقبال الطوائف الشعب المختلفة عليها، ده حصل في الانتخابات. ولذلك الصحافة الغربية والصحافة الأمريكية على وجه التحديد اعتبرت أن ده عبور تاني للمصريين بعد عبورهم قناة السويس في أكتوبر 73، وقالوا أن مصر نجحت بالفعل في سنة أولى ديمقراطية، أو في أول خطوة على طريق الديمقراطية إن صح التعبير في المرحلة الأولى من الانتخابات. ان الناس خرجت كلها تقريبا علشان خايفين من الغرامة ال500 جنيه، وفي رأي تاني بيقول لا، احنا فعلا مشتاقين للديمقراطية، احنا عايزين نصوت اول مرة. في ناس كتير كانت اصواتها بتتزور في الانتخابات السنين اللي فاتت، السنة دي لاول مرة هم اللي بيصوتوا لنفسهم. لا، هو في الحقيقة أنا بختلف مع اللي هو بيدعي على الشعب المصري بأنه دخل خوفا من الغرامة. الكثير من الناس ما يعرفوش أن الغرامة دي موجودة في كل الانتخابات اللي فاتت، وعلى فكرة ال 500 جنيه كانت في 2010، ولكن إقبال المصريين المتزايد على المشاركة في الانتخابات ده نابع لأن المواطن رقم واحد شعر أن صوته له قيمة وأنه سيذهب إلى الوجهة التي يريد. رقم اثنين، أن ده أحد ثمرات الثورة اللي المصريين تحركوا لقطفها، اللي هو يكون عندنا انتخابات حرة، انتخابات نزيهة. ولا أبالغ إذا قلت إن في كتير من الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وهو مش حاسم أمره هيصوت لمين، بس هو نازل، لكن هو الفعل المشاركة نفسه، ممارسة المشاركة، ده حد كان حاجة مبهجة للمصريين جميعا. ربات بيوت وبسطاء، بسطاء من ناحية وعيهم بأهمية المشاركة، لكن شاركوا لأن ده عرس. وزي ما قلت من شوية ان ده اول ثمرة من ثمرات 25 يناير. من الاكثر الحاجات اللي كانت لافته جدا للنظر في انتخابات 2011 المصريه وجود السيدات. وجود السيدات كان وجود لافت للنظر جدا، كان وجود كبير جدا. يمكن نعم. الناس كانوا بيقولون هو كان اكبر طابور موجود في الانتخابات، اكبر حتى من طابور الرجال. صحيح. هل ده بي بي ممكن يكون حاجه مبشره انه السيدات فعليا مستعده للدخول في حياه سياسيه؟ والله خليني اقول لحضرتك حاجه، انا مش مستغرب من المشاركه الواسعه للمراه في الانتخابات، لان ده احنا شفناه اوريدي في ثوره 25 يناير. كان مشاركه المراه في ميادين مصر كلها حاضر وبقوه، بدليل ان في شهادات سقطنا اثناء الثوره. من ينسى اكثر من شكلها مش ممكن يتمحي اصلا من نهائي، سالي زهران وغيرها. ومشاركه المراه في المصريه في الاستحقاقات الكبرى ده امر موجود. لما نعرف ان المرأة كان لها دور فاعل في ثورة 19 اللي هي قبل حوالي 90 سنة، ده يخلينا ما نستغربش قوي نزولها في ثورة 25 يناير.
ويخلينا كمان ما نستغربش في اقبالها الواسع على الانتخابات ايضا. يعني لو بصينا للمساله من زاويه اخرى وهي عدد السكان، المراه تقريبا نحو 50% ممكن تزيد 1% تقل 1%، لكن دي الحقيقه. ايضا نسب التعليم، يعني الفترات اللي فاتت كلنا بنشوف ان الفتيات يعني هم اللي بيتصدروا الصفوف الدراسيه المختلفه سواء على مستوى الجامعه او حتى على مستوى اوائل الثانويه العامه، وبالتالي المراه المصريه ليست عندها الحافز دايما ان هي على التفوق، وليست تلك المراه المستكينه التي تظهر في الدراما غالبا. فهذا شيء طبيعي جدا ان المراه تكون في طليعه صفوف الانتخابات وفي طبيعه وفي طليعه صفوف الثوره كمان. نتمنى بقى ان الحلم ده ما يتقتلش بجد. لكن قبل ما نتخطى ما دمنا فتحنا موضوع مشاركه المراه، آلمني وآلم الكثير من المتابعين انه على الرغم من المشاركه الواسعه في عمليه التصويت الا ان المرشحات الى حد ما يعني مش عارفين نتيجه القوائم على وجه الدقه دلوقتي ومين سيدات على رؤوس القوائم في المرحلة الأولى، ولكن كان نموذج المذيعة زميلتكم جميلة إسماعيل وزميلتنا أيضا يعني كانت منافس شرس في دايرة دايرة مهمة زي دايرة قصر النيل، وإن كانت لحد دلوقتي النتائج بتقول إنها لم توفق وحلت ثالث وما دخلتش إعادة. فالمرأة يتعين عليها أن تكون تصوت حتى لو كان شيء من التمييز لمصلحة المرأة، يعني لو المرأة أعطت للمرأة المرشحة باعتقادي هنشوف نساء او سيدات فضليات في البرلمان بشكل اكثر كثافه. وانا ضد الكوتا، يعني الحزق اللي كان في 2010 لا، انا مع ان المراه شويه بشويه هي بالمره دي بتشارك، المره الجايه هتشارك كناخب كمرشح، ومع الوقت هنشوف يعني نماذج مشرفه في البرلمان. كفايه ان هي شاركت ان شاء الله، ممكن في مرحله ثانيه نلاقي وجود للمراه في البرلمان ان شاء الله. انا شخصيا هيكون سعيد جدا ان شاء الله. راي حضرتك سريع تصويت المصريين في الخارج؟ والله ده احد الظواهر المهمه في انتخابات 2011. لم نعد من قبل مشاركه للمصريين في الخارج، وده كان بيؤلمهم حقيقة. وأنا كنت يمكن من اللي ليا كونتاكت أو مع كثيرين في قارات مختلفة في العالم. إحنا عندنا دي كانت خطوة في غاية الأهمية، لأن إحنا عندنا نوعية المغتربين المصريين في الخارج نوعين، إما من يسافر بشكل مؤقت ودي نموذج من يسافر إلى دول الخليج العربي، وهناك مهاجرين بشكل دائم كما الحال في أوروبا وفي كندا وفي أستراليا وغيرها من البقاع في العالم. المهاجر بشكل دائم لديه جيل تاني، الجيل التاني لا يولد في مصر، ولكن الحنين وما يحكيه الأب والأم عن الوطن الأم يظل دائما هو معلق بالوطن. وما لم تجد الدولة المصرية فرصة لربط هذا الجيل التاني اللي منه علماء واللي منه يعني طبقات ناس بيشرفونا برضه وممكن نستفيد بيهم، وهم وجيل الآباء كان أكثر حرصا على مشاركتهم في الانتخاب. يعني هو لما يشارك في الانتخابات البرلمانية على الأقل هيعرف مين أبرز المرشحين في دايرته الصغيرة اللي هو لما بينزل أجازة على جده أو جدته بيشوفها، أو استحقاق كبير زي الانتخابات الرئاسية، ودي هي الأهم. فأنا شايف إن مشاركة المصريين في الخارج في التصويت أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير، إذا ما عرفنا إن التقديرات بتتراوح ما بين 8 و 11 مليون مصري خارج الوطن. المشاركة كان فيها بعض المعوقات في الفترة الأولى ومش عارف ليه، يعني مثلا اللجان اعتمدوا نظام غريب هو نظام البريد، يعني انت من خلال الويب سايت بتاع اللجنه العليا للانتخابات بتنزل استماره وتملاها وتبعتها بريديا على السفاره، او انك تسافر وتروح تسلمها يدا بيد. ورغم كل هذه المعوقات الا ان الاقبال كان مش بطال، يعني سجل اصلا في اللجنه نحو 355,000. ده نابع لان كان في عقبات في التسجيل، قال لك اللي ما معهوش بطاقه رقم قومي قبل سبعة كان في البدايه قبل 27 سبتمبر الماضي لا يحق لها تصويت، هذا واحد. رقم اثنين عدم اعتماد جواز السفر، وده كان هيحل ازمه كبيره جدا. كان هيبقى العدد اكبر ولكن هي في نهايه المطاف تجربه انا اراها ناجحه وبروفة حقيقيه لمشاركه المصريين في انتخابات الرئاسه. لو ما كانش فيه هذا كم من التعجيزات اعتقد ان لا بعتقد ان هي تبقى اسهل، لسبب لان احنا هيبقى عندنا كام مرشح واربعه خمسه وات ايفر، ولكن هو في النهايه عدد محدود غير الدوائر الانتخابيه البرلمانيه الضيقه بطبيعه الحال. يعني هو يفهم ان يدي المرشح الفلاني في الرئاسه او المرشح العلاني
هو فاهم وعارف مين ده. اكيد. طيب خلينا نروح للسؤال اللي جاي ده، وهو انه بعد فرز الاصوات في انتخابات 2011 لقينا انه في ناس كتير جدا اصواتها كانت رايحه للتيار الاسلامي، وهو نعم حزب الحريه والعداله. صحيح. تعليقك ايه على انه الناس راحت باصواتها وادت اصواتها للتيار الاسلامي؟ والله ده ليه اكتر من سبب او اكتر من عامل ان صح التعبير. العامل الاول ان الحريه والعداله هو الذراع السياسي لحزب لجماعه الاخوان المسلمين كما نعرف، وهذه الجماعه موجوده في المجتمع منذ اكثر من 8 عقود. الجماعه يعني لديها مهاره فائقه في الوصول الى الناس في طبقات مختلفه وبخاصه في الاحياء الفقيره. ده عامل مهم جدا، وهذه ميزه غير موجوده لبقيه الاحزاب والقوى السياسيه بخاصه المدنيه، التي من وجهه نظري وعت الدرس جيدا في اول استحقاق انتخابي ديمقراطي حقيقي نزيه، وبالتالي على رموزها وعلى ان تنزل للشارع، ان تتماس بشكل مباشر مع المواطنين ومع حاجاتهم، بدل من ترك الساحه للتيارات الاسلاميه، وهذا حقهم بطبيعه الحال. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاحزاب المدنيه القويه، يعني نموذج ائتلاف الكتله الذي يضم اكثر من 4 احزاب، بيضم المصريين الاحرار وبيضم المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع المعروف اليساري اللي هو من قبل الثوره، يعني هم احزاب حديثه العهد، تشكيلها لم يتخطى 8 شهور. 8 شهور في مصر حصلت فيها اشياء كثيره جدا، احنا كنا بنتابع ما يجري في الوطن بشكل عام، وبالتالي لم تتح لها الفرصه الحقيقيه للوجود في الشارع. يعني 8 اشهر قصاد 80 سنه باعتقادي جاب واسع جدا. مظبوط صحيح. اعلان فوز